يلا بينا نبتدي على طول الأسئلة بتاعتنا ونقول السؤال لأسرة يونس. ملكة جميلة كانت زوجة الملك أخناتون وتعد من أقوى النساء في مصر القديمة. برافو. أنت قلت إيه؟ أنا ما قلتش. هو خايف. كليوباترا. أنت قلت كليوباترا وقعت نفرتيتي، بس أنا هاخد إيه؟ نفرتيتي بما إنك تراجعت. ماشي. أوكي. أحد أعظم ملوك الفراعنة وتتعامد الشمس على وجه تمثاله بابو سمبل مرتين في السنة. الملك؟ حتشبسوت؟ لا، حتشبسوت إيه؟ أحمص. ولا أحمص. أقول أنا؟ ها، خمسة. عندي حاجة تانية؟ أربعة. هتخسر يا ماما. هتخسر يا ماما. ثلاثة. اثنين. طب ما تجرب أنت. واحد. قول. ملك خوفو؟ لا برضه. إيه ده؟ رمسيس. ايه ده؟ برافو. مين اللي قال رمسيس؟ انا يا جماعه. ايه ده شاطره؟ ايه ده انا يا جماعه اللي مهتمه هنا بالتاريخ؟ برافو. ماشي، نركز يا بابا وماما عشان ما اعتقدش ان هم يعرفوا ده. كاتب واذاعي شهير لقب برائد ادب الاطفال في الوطن العربي، كان عنده برنامج اذاعي زمان للاطفال. بابا؟ بابا اسمه بابا. بابا خمسه. أربعة. بابا إيه اسمه؟ بابا. تلاتة. الاسم التاني كده غريب شوية. أيوة التاني. اتنين. واحد. بابا شارو. أيوة شارو. أيوة شارو. أنا عارفة. بابا عبدو. بابا عبدو اللي عدى. بابا شارو، حرام عليكم. نركز هنا، سهلة جدا. أشهر مقدمة برامج أطفال في الإذاعة المصرية قديما. ده. ده مين؟ ها؟ أبلة. 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 مش أبلة فهيتة. أبلة الوحيدة اللي أعرفها أبلة فهيتة. يا نهار أبيض يا بابا. قلبي وجعني. قلبي وجعني. أنا أسف. أبلة. أبلة فضيلة. برافو. والنبي بوسك. أبلة فضيلة الحلوة. ماشي، نكمل بقى. محافظة بتقع في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وتتميز بسحر وجمال شواطئها. دهب؟ لا. سيوه؟ يا بنتي الشمال الغربي للجمهورية. ايه الشمال الغربي ده فين؟ ايه الشمال الغربي ده فين ده؟ جغرافيا ايه؟ فين؟ فين؟ فين ده فعلا؟ فين؟ خمسة. الشمال الغربي. قال لك فين؟ أربعة. سينا. الأقصر وأسوان. ثلاثة. شواطئها؟ اتنين. مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ نركز. محافظة بها جبل سانت كاترين. سينا. جنوب سينا. جنوب سينا. برافو يا دكتور. ماشي. طيب. نبتدي المهمة الأولى. يلا الحلوين يونس ومالك.